ما عنده جهد أن يتوضأ ولا عنده جهد لأن يغتسل، ما ايوه في جهد تماما، ما ولا يستطيع استعمال الماء. في هذه الحالة سقط عنه التكليف بالغسل والوضوء. نعم طيب يبقى هنعمل ايه؟ لو أصابته الجنابة، لو أراد أن يصلي، لو أراد أن يقرأ القرآن، عليه أن يتيمم، والتيمم هذا يرفع عنه الحدث الأكبر والأصغر. نعم فخلاص ما في مانع، أصابته الجنابة يتيمم، أراد أن يصلي يتيمم، أراد أن يقرأ القرآن يتيمم. نقول له ازاي كده دكتور علي برضو يتيمم التيمم ازاي عبارة عشان عن نسهل ضربتين عليه؟ ايوه بالكفين، يضرب أول ضربة كده على أي شيء عليه غبار، نعم بعدين هيمسح وشه كأنه بيتوضأ، كأنه بيغسل وجهه في الوضوء. نعم الضربة الثانية هيضرب ضربة تانية، ايوه وبعدين هيمسح ايده اليمين بكف ايده الشمال، ويمسح ايده الشمال بكف ايده اليمين، بهذا يكون قد أتم التيمم. ويصلي بقى وهذا يقرأ التيمم القرآن. يصلي به ويقرأ القرآن، وهذا التيمم يرفع عنه الجنابة وما إلى ذلك.